السلام عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 17/9/2024 احنا الآن بسوق الحلال في مدينة معرة مصريين شمال سوريا. بدأنا من عند أخونا الدلال أبو الفوز. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، اضغطونا على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو، واضغطونا على زر الإعجاب إذا ما أعجبكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مسجد سيدنا خالد بن الوليد يا شباب خلصناه بفضل الله سبحانه وتعالى، وراح تشوفوا فيديو بالدقيقة هذه، بهذه الدقيقة راح تشوفوا فيديو تفصيلي كامل عن فرش سجاد مسجد سيدنا خالد بن الوليد. إن شاء الله تبارك الله يا الغنم عند أخونا أبو الفوز، لا أخونا أبو محمد سلمان الهواري الطياوي. غنم طيبة زينة خشنة بلدية تحت الوسط. الصلاة والسلام على رسول الله، ما شاء الله تبارك الله، غنم زينة. الآن نشوف لكم ايش قد أسعارها للإعلان على قناتنا يا شباب. تواصلوا معنا على الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة. ايش قد العدد هاي يا أبو الفوز؟ 71. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 71 راس غنم يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. والله غنم لما تكون كثيرة تفتح العين يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. غنم بلدية وسطية يا شباب، خشانتها زينة، الغنم ما هي دورة، خشانتها كويسة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن نشوف لكم أسعارها، ما بدنا نطول عليكم، أحاول أنا أجيب لكم التفاصيل على السريع. البازار لحد الآن مشاور، ولكن يعني نشوف لكم على أرض الواقع إيش قد قام يندفع بيها. محمد بيها عشر ولا فاضي ولا على كرم الله؟ البيع كفالة ولا على كرم الله؟ هو ما ظل غنم 110. نعم ما ظل غنم فاضي ان شاء الله تبارك الله. خشنت زين الغنم يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله، وضرار طيبه والله، ضرار طيبه، ضرار طيبه والله. ان شاء الله تبارك الله. وانا معمي مصاري، ما مصاري ايش قد قام يطلب الفوزه؟ عندنا اشتري ابو احمد. ايش قد عم يطلب؟ والهواري ايش يطلب؟ انت المعلم لا تشوف حدا، انت هون 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 هون. لسه الهواري عم يعمل دبلوماسيه. هون عم بفكر وهون عم بفكر. كل عم تفكر. ايش قد طلبتوا ابو الفوز؟ 250. ما اعطوك شيء لسه؟ ها؟ لسه ما صار. عم يدفعوا ب 20 راس منا. لا بدنا جباره هنا يعني. جباره ما اعطونا. نعم 250 75 من علي 100 يوم. اللهم صل على محمد. والله غنم زينه ابو الفوز ما شاء الله. انا بدي ابيعها على 100 يوم. ما بلا هرمه لا شيء، لا بيه بشكل، ها ما تخلد. اللهم صل على محمد. شلون ابو خلاف؟ شلونك، شو اخبارك؟ اي والله ما نزلت لنا مرايع اليوم. لا لا اليوم نازل يتفرج ابو خلاف. هذا جدي فحل شغله فحوليه ما شاء الله تبارك الله، فعلا عالي ما شاء الله تبارك الله. ابو عيد ايش قد سمت هالفحل الاسود هذا؟ الفحل اذا تخبروا بزمانات انت صورته. والله طيب يا اخي، هذا اشومه 300 دولار. ما يعطوك شيء. 240 دولار. اندفع ب 240. والله خشن يا اخي. ان شاء الله تبارك الله. الله يرزقك. هاي وراها توم فطام يا شباب ما شاء الله تبارك الله. شنو سنها ابو عيد؟ ايوه قبل ما اسال. اي والله. ايش قد سمتوا ابو عيد هاي؟ والله اريدها ب 4 ونص. 450 دولار. ما اعطوك شيء؟ لا بالله. ذرتها زينه مقبوله ماشي حال. اللهم صل على محمد. البيع على كرم الله ما شاء الله تبارك الله. شو اعطوك ابو عيد؟ ما اعطوك شيء؟ 200 دولار. اي نعم. ندفع بين 200 دولار شباب نعجات على كرم الله، بلديات وسطيات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عند اخونا ابو عيد. كويس السوق اليوم ها؟ يلا يلا. وهذن معاهين؟ هذن الحال، هذن اثنين من قبل. ما شاء الله زحم والله، زينات ما شاء الله. والله كويس يا اخي، شلك بالحكي، هاي زينات. ما شاء الله الوراها طيب ها؟ والله بضاعة طيبة يا اخي، شلك بالحكي. زحام وخشانة وضرار طيبة ورجلين طيبات
تقسيمة طيبة والله. ايش قد طلبتوا بهم تركي؟ ما شاء الله عليهم طلب 600 دولار. ما اعطوكم شيء؟ لا. اشهر مو اشهر؟ اشهر الا اشهر ثلاث اشهر. ما شاء الله ما اعطوكم شيء؟ لا. الله يضحك عليها راس. عن جد زينات الشباب اللهم صل على محمد. وعلى الواقع عن جد دحق الكاميرا وعلى الواقع احلى من الكاميرا والله. اي والله ما شاء الله. ايش قد فاصل لنا يا هنا؟ فصل لنا يعني فصل يعني حكي قال من الخمسه وفوق. منين جايت من الرقه يعني؟ من الرقه. بدنا عدنا الخمسه تنبيع ها؟ ان شاء الله. المين هن المين؟ طبعا ها لابو عيد؟ عندنا عند هاي لابو محمد؟ والله الضاعه نظيفه يا اخي. لا نظيفه صراحه تنجنة بس بدها فحل مو ابو عيد بس بدها فحل طيب هالغنم هاي الغنم يا ابو حمزه الغنم هاي تالي 170 راس هسه هذن كلهم مع بعض ولا هذن معاهن كلها لا هذن لا هذن ذمه لحاله ايه هذن ذمه لحاله ايه هاي تالي 170 راس والله غنم طيبه ابو الغنم كلها خيوب قاعد تحط ورا بعضهم باعها عم يفطور ظل عندهم منها 9 نعم ينطونا 200 من هنا على كرم الله الله يعطيكم العافية يا شباب ويجزيكم الخير. هذا مسجد سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه في بلدة شلخ شمال محافظة عدلب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بصدقات أهل الخير والأخفياء من المؤمنين الحمد لله خلال فترة وجيزة استطعنا أنه نجمع كامل المبلغ. تعالوا نفوت جوا يا شباب نشوف المسجد من الداخل. طبعا شالوا السجاد الشباب والآن السجاد دخلنا على المسجد وإن شاء الله الآن راح نفوت. هذه أول سجادة تمد يا شباب بفضل الله سبحانه وتعالى. هلا نشوفكم على الألوان لما يمد المسجد كامل. الآن يا شباب بفضل الله سبحانه وتعالى سجاد المسجد عم يمد. يعني كل قرية لها وقف مخصص، فالوقف هذا يذهب لأمور الطباء. نعم. والصيانة يعني. نعم. كشلخ مثلا وقفها في السنة مثلا 5000 دولار. فإذا مثلا إذا جبنا فرش في 5000 دولار ما راح يبقى السنة كاملة ما إيه. راح ينحرم الإمام والخطيب وال الخطيب والمؤذن والخادم. نعم. الصيانة ما نقدر عليها. نعم. ولكن فضل الله عز وجل ثم بجهود الأوقاف يعني الله هي أن الشباب أمثالكم الحمد لله يا أخي نحن إن شاء الله خدم لبيوت الله عز وجل. ثم فضلكم والله تساعدونا في فرش هذا المسجد يعني الله يتقبل يعني لو انه مثلا هالوقف الموجود صالح المسجد هذا راح يبقوا الائمه والخطباء بدون رواتب صراحه. السجاد القديم نعم السجاد القديم انا كنت استعملت هالشرط 9 فيشات نعم نعم انا كنت صغير وصار بهالمسجد 9 فيشات من ذاك الوقت من ذاك الوقت اي نعم انا قال لي اخونا ابو نادر قال لي من 34 سنه ما تغير السجاد قبل هذا المسجد في مسجد كان قديم كان في مسجد هذاك القديم يعني هذا المسجد بني على اساس مسجد قديم مسجد قديم ومن المسجد القديم في سجاد يعني يا ماشي الحمد لله الله يجزيك الخير يعني ويجزي كل من ساهم فيه معناته ان شاء الله هذه صدقه جاريه ان شاء الله ما تريد يعني عماره تكون بالصلاه وتكون بالتجهيز يعني طبعا في نقطه يا شباب هذا السجاد الان قام مثل ما انتم شايفين قام يمد على البلاط شايفين فالان المعلم اللي قام يمده راح بس يمده ياخذ المقاسات بعدين يلفه ياخذه على الحبك على ماكينه الحبك بعدين يمد العازل تحت السجاد العازل القديم راح يمد تحت السجاد ويرجع يرجعون السجاد مشان يمكن يبي شباب يشوفونا بالتعليقات انه عم يمد السجاد على البلاط راح يقول لك عم تمدوا السجاد على البلاط مشان النقطه هاي بس الله يعطيكم العافية يا شباب ويجزيكم الخير ويبارك بكم ويوفقكم الحمد لله بعد 34 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بصدقات المتصدقين ثم بمساعدة من أوصل صوتنا للمتصدقين الحمد لله تم فرش مسجد سيدنا خالد ابن الوليد من عدا المصلى تبع النساء اللي فوق ما قدرنا نفرشه لأن التكلفة ما كفت لكن الحمد لله فرشنا المسجد كاملا مثل ما انتم شايفين المسجد كاملا مفروش سجاد لون واحد
بفضل الله سبحانه. لسه في عندنا المصلى فوق، مصلى النساء يا شباب ما نفرش، مساحته تقريبا 120 متر، 120 متر ما قدرنا نفرشه، فرشنا فقط المسجد. شقد طلبت بين عمي أبو طلال هذن؟ 165. يعني ما بين 135 ما تبيع بالأسعار؟ خراف ورادي يا شباب، ها خراف ورادي والله. عازين انه مهاتن خطي يعني صغار لساتن، هذا مشان الحليب يعزلون، انت ياخذون الحليب. اي نعم. حي الله حي الله اخوي، هذا بيك. شلون هالسوق عندك عمي ابو طلال؟ والله على الله ان شاء الله. ما طبعا هذا لسه ما صار بين دفاع، ما صار بين، ما صار بين شيء. الله يوفقك عمي ابو طلال، الله يسلمك ويبارك فيك. شلون الشهر الجاي بدايه احنا البيع على كرم الله؟ قول باربعه من هنا 210 ندفع، ندفع 210 باربعه من هنا، منها خمسه هاي. يعني نفه وحده. اي نفه وحده. اي نعم. الله يشتري ب 25 وما اشترى. نعم. على الله جبر. نعم الله يوفقكم عمي ابو طلال. الله يربحه. ما صار هذا نجي نقوله من 165. هلا سلامات علينا. قلت ايش عندك خارج؟ فطايم يا شباب، فطايم خامية 165. بس انت عندك خيار؟ بصلي على محمد ترى زياد، ونصور على راسي نصور يا زياد. اصلي على محمد ايوه ترى هلا طال طال مسعد على 165 دولار الطلب. تعرف ادب شويه الف طايمه يا شيخ، ادب شي سي سي للاخر فهمت علي سي سي سي. وعليكم السلام ورحمه الف طايمه يا شيخ. ندعمنا ابو زياد اللهم صل على داحن. شلونه مو لك ابو حسن؟ ها ما المسلية اللي هو ما والله ما يا ابو زيد المسلية ب 45 ما لها 150 دولار والحق نقدي فصل 150 حق هذا بلحظة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شرينا وين صرنا؟ 140 دولار شرينا ب 45، شرينا بضعة نظيفة ومي ضايق الذوق. سرحية وينك؟ عشر بطابه من دواب ولا تعريق ولا تجميع، كان شايلا على اساس يستطلعها ان شاء الله كتبوا الدنيا احد. اشتريني هيك ابو يا الله اشتريني طيعني ترطعوني خربت بيوتهم اني والله جاي من اهل الغنم ولا من الشرايين. ايش عندك؟ ايش عندك طيبين؟ يلا اشتريت يا عمي صالح يا ابو احمد افطامك 140 دولار وحقها النقدي على خشمها. علينا ابو عبد الله افطام ما عندك مشكلة لكم هوا يا خالد تبيعون الرجال. الله يربحه 140 دولار. الله يربحه الله يربحه لكم هوا تبيعون الرجال. انت انت ابو احمد وين صالح؟ يا صالح يا حجي الله يربحه بقياته وبدي ردرة على الحلال التعبان بيها مو انا. الله يربحك عن شاور فصوص عن شاورته حيشاك حيشاك تعب يا عمي عن شاور على الحلال التعبان بيها. انت تعبان هذا مربيها من الشحيم والحيم يا اخوي. خيو الله يربحك هو وعياله المنتعن حظهم مره الليل ما ينامون حال مو ينام. يا ابو احمد صالح يا صالح يعني منشور لهلن يا اخوي تعبانين بيها. هاي الفطيره جاب الكبش حقها ما نوصل بذاكم صار من 140. عجلت زينات والله يا شباب موزرات بس كانوا كبار سن بس اما بزيرات البضاعه هاي بزيره فكرت عند والله طيب. هاي لك ابو سطيف ما شاء الله هاي البضاعه بزيره. شنو سن هنا ابو سطيف؟ هاي نعجي والله نعجات مو اللهم صل على النبي. منه شكل عرفت ان نعجات ولكن صراحه البضاعه هي بزيره. هاي نزلي بزيره ايه هاي من عند ابو حسن ما بعرف حديدي منين ما بعرف. ايش قد اخذت هنا ابو سطيف؟ ايش قد طالب بهن عفوا؟ عم نطلب 700 دولار بيوحدي يعطونا 500 اللي يعطونا 500 على اليسار اللي بيها الجرس مو؟ الشرقي ايه ندفع بيها 500 عشر عشر ابو سطيف هذنا؟ حيطه هاي ما شاء الله تبارك هذيك شهرين وهاي حيطه ذرار طيبه واشكال زينه بزيره الغنم هاي صوف تشلاز والله زين تبارك الله. هذه توم ها ابو حمزه هذا التوم؟ توم ما شاء الله تبارك. اما الاسطنبولي خوات والله خشانه يا اخي اللهم صل على محمد. عندك هاي عنق ما شاء الله تبارك الله. ابو سطيف ايش قد سمته هاي ابو سطيف؟ 50000 الجوز 500 500 عشر؟ عشر شهرين عشر ما شاء الله تبارك. موجودات عند ابو عبد محمد؟ 55 للشهرين. عند محمد الكبش موجودات؟ اي عندك ما شاء الله تبارك الله صراحه بضاعه طيبه يا اخي. عم ابو عبدو خلص استقال هلا حكي صار لمحمد قدم استقالته خلص بده يقعد بالبيت يصير قاضي.
والله شنو سنهن ما شاء الله؟ 40 ما شاء الله ثاني بطل ما شاء الله ضعف نظيفه والله ابو صراحه خشانه ورقاب طوال وشكل اللهم صل وسلم على نبينا محمد والله نظيف شوي دحقن عليك ما شاء الله عارف ان حال قام يتصورني دحقن عليك كمان ما اعطوك شيء ابو الصيف بهم ما ندفع لك بين شيء 7 وربع 750 725 اللهم صل على محمد صراحه حلت ما بيبيعهم باسعار ان زياده دولار دولارين ثاني اللهم صل ما شاء الله تبارك الله دفع بين 725 وصاحب الحال ما يبيع بالسعر هذا يا شباب اما بضاعه نظيفه والله بضاعه نظيفه اضرار طيب هلا عبد الله الشاهد لقحن من الفحل ها والله عجل ما شاء الله تبارك كانه عجل ما شاء الله ابوه من العدنانيه اي والله خشانه ما شاء الله طيب مثل خات منه شباب ايش قد طلبتوا بهذا شباب 450 دولار 450 دولار لسه ما صار بيدفع ابو سطيفه لا اليوم ما حد دفع خايف طايم سرحيه شباب عم يدفع بها 165 دولار الان بالسوق صاحبه ما عم يبيع يقول ما جابت راس مالها فاللي له بها مصلحه اذا طلعت من السوق وما انباعت بس يقول لي اعطيني رقم ابو حسان البجاري اللهم صل وسلم على نبينا ما شاء الله تبارك الله عم الحق العالم الحق العالم ايه 70 الحق العالم هنا خلاص قول 70 يا اخي هو الحق العالم ما بعرف فرد قمزه واحد انكسر بس رجع 70 ايه عم يدفع 165 عم يقولوا له بس حجيناها طيب كويس هذه زينات دفع 165 مثل ما يقول ماك مشت حقها يعني يقول لك صار عندي شهر ونص وماك مشت حقها يعني بس بده توفي معه بس شي وفي لا بالله كويسات الفطايم الذهب الاطراف النوب هاي على ذاتي بلع على ذاتي بلع يا شباب على ذاتي موقف البزار بلع يا صاحبي اقول لك الامور مي زابطه معي ردوها يا خاي هاي الخراف يا شباب عم تنباع تلقاها ب 4 دولارات و60 تنقى منهم ب 4 دولارات و60 كلفة جبارة؟ جبارة ب 4 دولارات والله شو هي؟ 4.25 على بالي تنقاية والله الله يجزاك الخير زين وضحت لي قالوا لي تنقاية يعني والله شباب جبارة 4 دولارات و60 نعم نقد عادة اي نعم نقد 4 دولارات و60 نقدا يا شباب اللهم صل على محمد هذا خرافة هذا سوق اللحم اليوم سوقنا اليوم امبارح تواصلت مع شباب اعرفهم دير الزور يقولوا لي عم ينباع ب 4 دولارات و40 4 دولارات 45 هناك بدي يلا خذ لي يلا الله وياك ليش اللي شفت هذا روح روح ارجع زين على حاله زين على حاله حبيبي تعال جصوف هاي ما شاء الله شنو سعرنا انا ابو جهاد سخلتين 90 دولار ما شاء الله تبارك الله 75 يعني 90 بالوحده يعني اي اي نعم اللهم صل ايش قد اعطوك ابو جهاد شيء لسه ما صار بين دفاع لسه ما صار اللهم صل خطايم هذا مو 125 دولار نبيع 25 ل 30 بيع نعم الى الاخير ولا ذن الحال هذا الحال اي نعم بس هذن اللهم صل على محمد كويسات والله كويسات ما شاء الله تبارك الله 25 30 بياعين ما اعطوك بين شيء لسه شلون السوق ابو جهاد اليوم والله ما بعد ولا راسي ما صار بيع ها اللي مشتري بغالي ما جاي بيع اليوم نعم كسر السوق شويه يقول لك ما بيع خساره الله المستعان والحمد لله رب العالمين على كل حال يا الله يا رب الله يرزقك يا ابو جهاد حبيب القلب الله يا شنو سنه مثالي ايش قد عشره ما شاء الله تبارك الله شرين مكسور 500 طلب وفيهم كارمه ان شاء الله كارمه اللهم صل على العجه خشنه والله ظهرها عريض وزينه يعني العجه زين ذرتها طيبه ذرها طيبه وسن طيب وشنو طيب ابو جهاد ولا مر عليك بس اكشف لي ذرتها والله والله محلبه طيب كانه ذرتها طيبه والله ما شاء الله اي والله ما شاء الله دكتور احمد الله يجزاه الخير الان يفحصنا اياها شوفنا اياها عشر مي عشر فاضيه مي فاضيه توم ما توم
حط هذا بالصورة على هذا. الله يجزيك الخير دكتور احمد. عمي هاي النعجي عشر شقد عشر عشر شهرين تقريبا، هذا جنينه دحت جنينه والله بالشاشه ايوه يعني يتحرك ها لك ايش عم يتحرك عشر شهرين كفايه لعليك ايوه شهرين و10 ايام يعني شقد بدنا احنا هسه بنص تسعه نص 10 11 12 يعني قبل المربعانيه قبل المربعانيه اي نعم اللهم صل على محمد. والله زين هي موالدة بس احسن شيء هنا اللهم صل. هذا جدي شامي يا شباب، اللهم صل على محمد. راس ضخم وقبة غليظة وطولة رجلين ضخمات، شغله فحولية ما شاء الله تبارك الله. اسود ارغب شيء بالشامي الابيض ثم الاحمر ثم الاسود، طبعا الاسود اكثر شيء لكن الابيض الشامي اللي جاب صلبت هذا اكثر شيء مرغوب عربيا دوليا. لا ينطحك 350 دولار يا بلاش، الدفع 250، الدفع ب 350 دولار حتى بيع بيعين ابو حمزه ها بيع السمايع 300 تبيعوا ها شنو سنه؟ سنه نفس الضغط واحد نعم ثني رباع هاي فراد وهاي نعم هذا هل رباع رباع اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله طيب والله يا ابو